يا مسيو. ايوه مسيو، انت اسمك ايه؟ جورج. عايزة حاجة يا ايفا انطوان؟ ايوه ايفا. انا عاوزة درس. درس؟ انت لسه لحقتي تاخدي نفسك؟ انا متعودة اخد دروس في كل المواد من ايام ما كنت في اولى ابتدائي، وكمان السنة فات منها مدة ويا دوب الحق الم نفسي. طب استنى لغاية ما اكون مجموعة جديدة، علشان كل المجموعات عندي كاملة العدد. لا انا عايزة اخد لوحدي، وبالنسبة للفلوس مفيش مشاكل. طيب ده الكارت بتاعي، في موبايلي ونمرة البيت، خلي ماما وبابا يكلموني في اي وقت. ليه؟ هو انا ما انفعش؟ لا انت الخير والبركه طبعا، بس خليهم هم يكلموني يتفقوا معايا. اوكي اوكي. يا دوبك تخش عشان شايف مسيو اسعد بتاع الشميه دخل. اوكي. ايه ده؟ ايه اللي جاب عربيه رشا هنا؟ هي قالت انها هتعمل شوبينج، بس دي بتقول المحلات هنا ذوقها هيقرف. جايز عندها مشوار؟ جايز. صباح الفل. كنت عايز اسال حضرتك بس، ميدان روكسي فين؟ على طول على الشمال. اه ده بعيد بقى. لا ده قريب. اه طب معلش، انا مغترب عن هنا خالص يعني، بس انا اساسا من راس البر يعني حضرتك، وجيت اركب الطفطف ف طفطف فرع. احنا مشهورين بالمشبك، قصرين احنا في راس البر عندنا مشبك. فبس ف يعني عايز ايه يعني؟ اي حضرتك مساعده يعني عشان اعرف ارجع بلدنا، واخد بالك؟ حضرتك اوعدك في اقرب فرصه يعني بجيب لحضرتك مشبك. شكرا شكرا شكرا. هاي يا روحي، اتغديت؟ انت عارفه من غيرك ما يجيليش نفس. خش غير هدومي وبعدين اخبر لك السفر. على مهلك يا حياتي. انت جيت قبلي بكتير؟ لا لا، نص ساعه بكتير. انت اخبارك ايه؟ ابدا، من الصبح في النادي مع جيهان ورانيا. كانش عندك مشاوير النهارده؟ كان عندي بس كسلت، فضلت قاعده في النادي. وانت مش هتقوم تساعدني في تحضير السفره؟ اه طبعا يا حبيبتي، اسبيني وانا هحصلك. ما تغيبش. ده رقم الموبايل بتاعي، اذا كلمتيني هكون اسعد انسان في الدنيا، واذا ما كلمتنيش اوعدك اني مش هضايقك تاني، وهكون اتعس انسان في الدنيا. انا اسمي احمد ابو النور. ايه ده، هي لسه البيجامه يا ابني؟ دي عيله. عيلة؟ لا مش عيلة، مش عيلة خالص. ده انت العيل. مساء الخير يا مسيو. انا ابتدي فين؟ يريحك على السفرة يا مسيو. اه
حين بتيجي بالطه علشان هو ده اللي بيقوم عليه منهج الجرامر كله. انا بكره كل الجرامر. مش مهم تكرهيه ولا تحبيه، المهم تفهميه عشان ايه. مش هتردي؟ ده واحد بيئه ومصمم يتعرف عليا، شتمته وهزقته كذا مره وهو ولا حاسس. مش عارفه اعمل ايه في البلاوي. عارفه تعملي ايه؟ ايه؟ تذاكري عشان تنجحي. يلا نبتدي. كنا بنقول الطن. ده رقم الموبايل بتاعي، اذا كلمتيني هكون اسعد انسان في الدنيا. الو؟ ايوه يا فندم، انا احمد. مين؟ ايه ده؟ ده انا ما صدقت انك كلمتيني. ده عدى اكتر من اسبوع لدرجه اني خلاص كنت قربت افقد الامل. الساعه 9 خلاص اتفقنا، هتلاقيني مستنيك قدام الباب. اوكي، باي. انجي. اسمي انجي. احمد. اسمي احمد. ده رقم الموبايل بتاعي، اذا كلمتيني هكون اسعد انسان في الدنيا، واذا ما كلمتنيش اوعدك ان انا مش هضايقك تاني وهكون اتعس انسان في الدنيا. انا اسمي احمد ابو النور. انا مش مصدق انك حفظت الكلام اللي كتبته لك في الكارت. يمكن طريقتك في التعرف عليا شدتني وخلتني عايزه اقابلك عشان اعرفك اكتر. انا اللي اتشدت لك من اول مره شفتك فيها. عارفه؟ عارفه؟ عارفه ازاي؟ قريت ده في عينيك من اول مره شفتك فيها، وكنت مستنيه انك تحاول تكلمني. للدرجه دي كنت مكشوف؟ قوي. بيتهيألي نبتدي نتعرف على بعض اكتر. تبتدي انت ولا ابتدي انا؟ ليديز فيرست طبعا. شوف يا سيدي، انا اساسا من اسكندريه واتخرجت من الكليه هناك. من وانا في اعدادي كان نفسي اكون فاشن ديزاينر، عشان كده خدت دروس في الخياطه والتطريز، وساعدتني اكتر دراستي للالوان في الفنون الجميله. ومن 3 سنين نزلت مصر وفتحت بوتيك صغير، وانا مصممة كل اللبس اللي فيه، وعندي زبايني هما يمكن مش كتير بس بيحبوا شغلي. وانت بقى؟ انا يتيم الاب والام.